غزة مثلا، عايزة اخطف كل الولاد الصغيرين اللي هناك، اخدهم كده كلهم ومقطعين قلبي. اهلا واضح، انجي علي. انا اغرب حاجه كانت حاجه حلوه على فكره، قوي قوي قوي، من احدى المعجبين. كنت بقدم برنامج كان اسمه الوان ونوعات، واتقدم لي عريس على الهوا. دي كانت حاجه لذيذه جدا، واحترمته جدا، واحترمت جرأته، واتخضيت وقتها. وبعد كده قابلني في حته وقال لي انا اللي كلمتك، اللي كنت اتقدمت لك على الهوا ومش عارف ايه. شافني يعني، كان تابع خطواتي. فدي من الحاجات برضو اللي مش ممكن انساها من احدى المعجبين. اكتر حاجه مجنونه، انا عملت حاجات مجانيني كتير جدا في حياتي، بس حاجه من الحاجات اللي مش ممكن انساها، ان وانا عندي 10 او 11 سنه انا نطيت من الدور الثاني. يعني انا نطيت، كنت في العجمي وكنت عايزه اخرج، ووالدتي كانت على البحر وكل الناس كانوا على البحر، وكنت عايزه اروح لهم على البحر. وبيوت العجمي قفلت على نفسي بالمفتاح ومعرفتش افتح، اعتقد من الرطوبه او حاجه. فتفكيري وقتها ما اسعفنيش، غير ان انا قررت انط من الشباك، ونطيت من الشباك فعلا من الدور الثاني، ورجلي اتكسرت كلها. دايما بحس ان نو ستوب اون مي، ان عايزه اعمل حاجه هعملها. انا مش ست غيوره، انا ست لذيذه. ممكن النهارده يعني اتنرفز من حاجه، لو انا مثلا في علاقه فاقوم قايلها له، بس اعتقد ان انا مش ست غيوره، لا، لان طول ما الراجل اللي معايا بيحترم نفسه وبيحاول ان هو ما يضايقنيش، فانا استحاله انكد عليه. هتضايق منه وممكن اختفي خالص لو لقيته هو اللي بيدي اهتمام، او هو اللي بيحاول مع حد تاني. ذكريات كتيرة جدا من الطفولة، أقدر أقول أنا عشت طفولة حلوة جدا جدا جدا، وكنت متدلعة قوي، كنت متحوطة بحب عيلتي كله 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 كله، وأمي بالنسبة لي كانت كل حاجة في حياتي، لأن هي كانت الأب والأم. مشكلتي الوحيدة إن أنا والدي توفى وأنا عندي 5 سنين، فكبرت مفتقدة الأب جدا جدا ووجوده حواليا، ولكن عيلتي وأمي عوضوني بده بشكل كبير جدا. كنت على طول surrounded with love، كنت على طول أمي كانت مخليها بالها قوي قوي مني، سفرتني كتير جدا، كان لازم كل صيف نسافر في حتة علشان توريني حاجات أكتر وتعلمني حاجات أكتر. لو لبست طاقية الإخفة لمدة 24 ساعة هعمل ايه؟ ممكن اتوجه بيها لحاجة انسانية اكتر. ممكن البسها واروح غزة مثلا، عايز اخطف كل الولاد الصغيرين اللي هناك، اخدهم كده كلهم ومقطعين قلبي. فطاقية الاختة دي اكيد لو عندي الفرصة هاخدها واروح هناك للولاد الصغيرين. شكرا واضح.